هاد عدسة التمرين شريناها امبارح من الوكيل في إسرائيل أو في تل أبيب. العدسة تمرين 18400 لكانون. طبعا هاي شريناها بعد عدسة كانون 18 سنتين. هاي بتفرق اكثر انه الزوم فيها اكثر، وصل 400، بنحكي على 400 يعني تيلي شوت او تيلي فوتو، مسافات طويلة او بعيدة. طبعا هذه العدسة زي ما حكينا كفائتها سنتين، ولما بكون نحكي على كفاءة سنتين معناتها عليها ضمان ومواصفات منيحة. فتحة العدسة فيها أو قطر العدسة 72، 72 يعني إشي منيح لتكون العدسة بتدخل إضاءة أكثر، بالتالي بتعطي جودة للصورة أفضل. راح نقوم بفتح علبة عدسة تامرون 18400، بنحكي لكم شوية عنها. نطلعها شوي شوي عشان ما نضبهاش. يعني راح نجربها على كانون 80 دي. نشوف شو في عنا معاها. الغطاء بنشيله، هذا الهود طبعا بيجي هيك من الشركة مقلوب، احنا طبعا بنعمله بالشكل الصحيح. هاي هي عدسة تامرون 18400 زي ما بنشوف هون. العدسة عليها مواصفات ممتازة، عندها كبسة اللوك، القفل الزوم عشان ما تنزل. كيف ببين؟ في عنا كبسة الـ AF المانيوال فوكس، الأوتو طبعا والمانيوال فوكس، وفي عنا كبسة الـ Stabilizer مثبت الحركة أو الاهتزازات. طبعا هذا طيب عندنا المواصفات، فتحة العدسة مع حركة الزوم من 3.5 ل 6.3، طبعا على 3.5، طبعا هذه على الديفولت على على 18. وفي عندنا بعد ما تتحرك الزوم العدسة بتقل الفتحة، يعني بيزيد الرقم بتقل فتحة
الإضاءة بالتالي بتصل لحد 6.3 اللي بيسموها الأبيرتشر. الأبيرتشر يعني التغير فتحة العدسة حسب الزوم. طيب راح نقوم بتركيبها على كاميرا كانون، على زي ما حكينا على كانون 80D، كاميرات الكانون العدسة تركب باتجاه عقارب الساعة، بينما الكاميرات النيكون بعكس عقارب الساعة، بتلتف يعني في حال تركيب العدسة. وهيك عنا زي ما بنشوف العدسة على كاميرا كانون 80D. مالتي زوم، نلاحظ انه قديش المسافة اللي بتجيبها هاي العدسة من حركة الزوم تبعها وحجمه، زي ما بنشوف هيك اقصى اشي. العدسة كثير ممتازة، هيك صارت جاهزة لنصور فيها. دي اي كاميرون دي اي مارك 2، مواصفاتها كثير ممتازة. طبعا هيك بدنا نصور على الوايت اللي هي على 18، زي ما بتشوفوا المسافة البعيدة هاي والصورة بعيدة. بدنا ناخذ الصورة بالشكل هذا على زوم 200، هيك زوم 200 كيف بين معانا. لسه في عنا لحد 400، كيف صورة المنشار صارت كثير قريبة. طبعا هي مسافة يمكن أكثر من كيلو هوائي. طبعا الألوان قوية، إذا بدنا نيجي نقارن ألوانها وحدة ألوانها بالصورة كمان قوية وممتازة. طبعا هيك مشغلين مانع الاهتزاز استيبلايزر، نشوف فيش اهتزاز على مسافة بعيدة، يعني على الزوم 400. هيك حطينا كبسة الستابلايزر اوف، نلاحظ كيف الاهتزاز، نشغلها هيك، شغلنا الكبسة ما في اهتزاز.